السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل، وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. بكل غضب، الفنانة المغربية وصال بريز تخرج عن صمتها بسبب أغنية سعد المجرد أش خبارك، فخليكم معايا اخوتي باش تعرفوا على التفاصيل وتسمعوا شنو قالت. عبرت الفنانة المغربية وصال بريز عن استيائها بعدم إدراج اسمها ضمن قائمة الفنانين الذين تم توجيه الشكر لهم لمشاركتهم في فيديو كليب أغنية أش خبارك للنجم العالمي سعد المجرد. وأوضحت وصال من خلال مكالمة هاتفية لها مع إحدى البرامج المغربية، صرحت بأنه تم الاتفاق على أن يدرج اسمها ضمن القائمة المذكورة سابقا قائلة: كنت فرحانة بالعمل مع سعد المجرد، لكن الاسم ديالي ما تحطش مع صفاء حبيركو، عمر لطفي ورشيد رافق. أنا ماشي فيغيرون، أنا ممثلة. وأضافت الفنانة المغربية وصال بريز في مداخلتها قائلة: حتى الاسم ديالي في الاخر ديال الجينيريك تكتب غلط، وصال بريليز، وانا الاسم ديالي وصال بريز، ولكن الخطا ماشي ديال سعد. وفي سياق اخر، استطاعت وصال بريز تحقيق نجاح كبير باول عمل غنائي لها بعنوان ماشي بران، الذي تجاوز حاجز 900,000 مشاهده عبر قناتها الرسميه على موقع العالمي يوتيوب. فكيف ما سمعتوا اخوتي، الفنانه وصال واللي كانت مثلات في دور جميله في مسلسل كاينه ظروف واللي لقى نجاح كبير، بقى فيها الحال بزاف ان الاسم ديالها ما تحطش في الاول مع صفاء حبيركو وعمر لطفي ورشيد رفيق، وقالت بلي حطوه في الاخر وحطوه خطا، ما حطوش الاسم ديالها مقاد. فمن بعد ما خرجت اغنيه اش خبارك الفنان العالمي سعد المجرد واللي لقات نجاح كبير، فالفنانه وصال بريز ما نزلات حتى شي حاجه على الاغنيه ولا حطت شي بوست في الصوره ديال الاغنيه نهائيا، ما حطت حتى شي حاجه، حيت بقى فيها الحال بزاف ان الاسم ديالها ما يتحطش في الاول. لكن شفنا من بعد ملي سعد المجرد خرج باول تصريح من بعد ما خرجت الاغنيه ديال اش خبارك اللي كنت نزلت لكم في القناه، والفنان سعد المجرد شكر جميع القائمين على هذا العمل، وكذلك شكر الفنانه وصال على المشاركه ديالها في الاغنيه ديال اش خبارك. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.